في هذه الحلقة من قراءة ثانية نناقش قضية قديمة جديدة اختلف حولها المؤرخون ودارس التاريخ. هل كانت الدولة الأموية تأسيس جديد لدولة الإسلام أم كانت انحراف عن دولة الشورى والحكم الرشيد الذي بشر به الإسلام وطبقته الخلافة الراشدة؟ هذا هو السؤال الأساسي، وهنالك أسئلة كثيرة عديدة متفرعة. تابعوني، أنا محمد اليحيائي عبر شاشة التلفزيون العربية الليلة 9:00 مساء بتوقيت القدس على البث المباشر على اليوتيوب.